Association Ishara, Association Cinéma de la Médina, avec le soutien de UNICEF, Bureau de Tunisie, UN Partnership to Promote the Rights of Persons with Disabilities, en collaboration avec Organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées, Handicap International, et de nombreuses autres personnes qui ont participé à la préparation et réalisation de ce projet, présente Tunisie Nouvelle, Tunisie Inclusive. Mon droit à l'éducation, ma réussite. L'histoire de Emna. جلال العياري مدير مدرسة حي النجاح الدامجة بمنزل بورقيبة. احنا دخلنا في منظومة الإدماج من وقت اللي وضعته الدولة. تبقى ما كانش أمور ماشية كما يلزم لحد ما عملنا شراكة مع المنظمة الدولية للإعاقة. كانت العملية انطلقت أن حسسنا الأولياء، حسسنا أولياء التلاميذ هذوما، ثم حسسنا الأولياء الآخرين اللي كانوا يرفضوا أن ولدهم يقرأ مع طفل في وضعية إعاقة. شركنا الأطراف الكل بما في ذلك الإدارة نتاعنا، المندوبية الجهوية للتربية، مندوبية الصحة، الشؤون الاجتماعية، لسبيسياليستك لزيغو العلاج الوظيفي، أخصائي العلاج الوظيفي، أخصائي العلاج الطبيعي، الكل شركناهم، المنطقين والكل، وانطلقنا في مشروعنا ابتداء بتكوين المعلمين اللي هما كانوا ما عندهمش حتى دراية، ما عندهمش حتى أدوات للتعامل مع هكذا أطفال في وضعية إعاقة. أمنا السويسي اللي عندها روتار مونتال، عمر ذهني 4 سنوات لكن عمرها هي البيولوجي 7 سنوات، عندها معناها كثيرة الحركة رغم أنها عندها إعاقة أخرى عضوية معناها في ساقها وفي يدها. سي جليل قال يلزمها تكون تلميذة مدمج، معناتها القسم اللي تقرأ فيه أقل نمبر من الأقسام الأخرين، المعلم اللي هي بها وعندها سوية عبا عن مدرسة، معناتها عن 3 ساعتين معناتها معلمة أخرى تقري فيها، معناتها اللي هي بها هي واحدة. خذيتها من عام ناول بدينا عملنا المشروع مع بعضنا أنا والمعلم اللي باشر فيها مع أصحابها مع المدير، مع جانا زاد الطبيب النفساني، شفنا الاحتياجات نتاعها، جانا زاد الوالي. السنة الأولى اللي قراتها هي ماهيش مدمجة كأني ما قراتش، رغم الأنيسة معناتها المعلمة اللي قراتها ماهيش معناتها دنيا معاه، اكتشفت عندها المرض وتلهت بها. المدرسة هي اللي أعطتها بعد آخر في حياتها، خرجتها من القوقعة اللي كانت عايشتها. تولي تحب المدرسة أول حاجة، معناتها تحب المعلم الخاطر المعلم، معناتها تحب المعلم، معناتها تعلقت بالمعلم وتعلقت بزملائها، ولت معناتها مندمجه مع زملائها برشا، ما عادش معناتها كيما قبل شاسم، خاطر ولت تحس المعلم معناتها عطاها اهميتها في القسم. تعلمنا الالوان، خدمتنا المدرسه برشا في الالوان خاطر ديجا تزينت وكل. تعدينا مرحلة الألوان، دخلنا في الحروف شوية شوية، حروف شوية، الرياضيات زاد نخدم معاها شوية حساب. حتى سنة معناها كي دخلت سنة ثانية ديجا تو كنت نحكي مع معلمتها لاباس، العد مثلا وصلنا من 1 لـ9 ما عادش هذاك باش نرجعوا له، تو باش نقدموا مرحلة أخرى، باش نعملوا مع بعضنا المشروع الإفرادي إن شاء الله، باش نشوفوا وين نجموا نوصلوها آمنة من هنا معناها البريود معينة. قلت تجي معناتها كي نهار نقول لها مثلا تبدا حتى مريضة نقول لها ما تمشيش تقرا، تقول لي لا نمشي نقرا كيك سوالي كونديسيون، كي نشوف على معناتها قبل ونشوف تو تقدمها نفرح برفان كي نعنقها ونبدا نبكي خاطر بنتي يعني كيفاش باش نوصل فيها لك خاطر عندي صحاب يقروا في المدرسة غفران ومروة وهذيك صاح الديك فوق السور كوكو كوكو بان النور اسهوا يا أطفال زا الصبح بالإقبال. Cette vidéo a été réalisée par Association Cinéma de la Médina, Association Ishara, en collaboration avec Organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées, Handicap International et de nombreuses autres personnes qui ont participé à la préparation et réalisation de cette vidéo. Avec le soutien de UNICEF, Bureau de Tunisie,
dans le cadre du partenariat des Nations Unies en Tunisie pour la promotion des droits des personnes handicapées, UNPRD. Nous tenons à remercier particulièrement Molhem, Emna, Hussein, mais aussi Mohamed, Ahmed et tous les élèves de l'école primaire inclusive Hainajah de Menzel Bourguiba. Les familles des enfants qui nous ont accueillis chaleureusement chez eux et qui ont accepté de nous raconter leur histoire. Jalel Ayari, directeur de l'école Hainajah, et les enseignantes qui nous ont parlé de la réussite scolaire de ces élèves. Le ministère de l'Éducation, en particulier la direction générale du cycle primaire. Sans toutes ces personnes, ce travail aurait été impossible.